السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. بداية نصلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اليوم إن شاء الله عندنا مشي على الأقدام في هذه الرحاب الطيبة المباركة في مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. معنا الشيخ شرف، حياك الله يا شيخ شرف، كيف الحال؟ طيبين؟ كيف ونحن في أي طريق الآن؟ الآن في شارع سالي. ما شاء الله. في رواية أخرى؟ أيوة. يا سلام، وفي رواية أخرى؟ هذه جديدة علي. أنا ما كنت أعرف إلا شارع أو طريق الملك أو الأمير محمد بن عبد العزيز أو إنه طريق ساري بس. حمد الله أعلم إنه بعد سنوات حيكون الرئيس في المدينة. سبحان الله. صح. الآن المسير يعني الأول. يا سلام، شوفوا المحلات التجارية مليانة ما شاء الله في هذا المكان. طبعاً نحن في آخر اللي هو طريق ساري، بعد شوي يعني هناك حنلتحم بطريق المطار. نعم. ما شاء الله. جميل جدا والله المشي في هذه الرحاب. جميل. جدا جميل. أي والله. واحد يستشعر انه قاعد يمشي في مدينه كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها صحابته الكرام. لا تستشعر انك في المستشفى. بالله انت كده شايف يعني. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. وهنا ماكدونالدز يا اخي، الناس هنا يقولوا انه مطعم ماكدونالدز صح؟ ايوه. يختصروك انا. انا اسمي ماكدونالدز. لا لا غلط. كيفني مع هذا؟ والله شكله حرفيه، شكله انكم انتم الغلط مو انا. صح. ليش كاتبين انت تقول صح؟ اجل ليش كاتبين كذا؟ مدري هو ايش كاتبين. اها شوفوا، هذا اقرب دليل. ماكدونالدز. يا انا لانه كنت مع بعض الشباب قلت لهم اسمه ماكدونالدز، ضحكوا علي. يقول اسمه لا ماكدونالدز. ايوه ماكدونالدز اختصار. طيب فين مودينا الان انت الشيخ؟ نصلي في جامع الجهيمي. يا سلام. الجوامع حقيقه الجميله في المدينه. يا سلام. طبعا هنا في وحدات سكنيه للطلاب، طلاب الجامعه الاسلاميه. أي صح. في هذا المكان. اي نعم. فلذلك ربما نجد في نفس المسجد من طلاب الجامعه، فلا تستغربوا يعني. طبعا احنا ما حنصور لكم الطلاب، لكن بس يعني نقول لكم معلومه. ايوه اذا جيتوا صليتوا. طبعا احنا بيننا وبين المسجد النبوي الشريف. اي جميل. أيوة. جميل يعني نعمل لهم تغطية إن شاء الله فيه. سهل لكن غالي صراحة. بالله غالي بطلنا خلاص. لكن سعره فخامه ما شاء الله. هو باين من الشخمطة هذه اللي حاطة الشخمطة ببلاش هذه غالية. ما شاء الله. هذا علم اللي هو حلويات طيبة برديسي. جميل. كنا نتكلم انه نحن الآن عن الحرم النبوي تقريبا قرابة 10 دقائق ولا؟ تقريبا يعني مشي بالسيارة. نعم. وزي ما شايفين في زحام، وهنا في أشياء كثيرة يعني زي ما قلنا محلات تجارية. نعم. معروفة في المدينة من المطاعم ومحلات الألبسة وغيرها. جميل. بدون ذكر أسماء. يا سلام. كيفني معك؟ ما نقبل. إذا ما دفعوا ما نقبل. طبعا أنا في أحد المساجد كنت مدير الحلقات في فترة من الفترات في الداخل أخر شيء في هنا. طبعا فترة رمضان يعني في الدورة الرمضانية اللي هو مسجد فهد ذياب ناصر بالقرب من الوحدات السكنية. سكنت هنا يعني؟ لا ما سكنت، لكن درست فترة أو يعني كنت مدير في الحلقات، وأيضا بحمد الله يعني أميت الناس في صلاة التراويح. هذا مسجد ايش؟ يؤذن فيه الشيخ جواد زكنون. ما شاء الله. هذا هو صوته؟ اي هذا زاحم، صلي عنده. زاحم؟ وش رايك؟ اي خطة. اين الاقرب؟ نروح نسلم على يلا نروح نسلم على الشيخ جواد السويسري. خلاص ما ايوه ما شاء الله هذا صوته هذا. نعم. كويس. انتبه يا شيخ شرف. يلا. بعدين نصلي صلاة مودع. ما شاء الله. هذا هو المسجد، مسجد الجهيمي صح؟ هذا 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 الجهيمي. يلا طيب نحن يا شيخ شرف ليش ما رحنا بالسيارة؟ الأجر يا شيخ محمد. يا سلام. يعني بالسيارة ما حنكسب أجر؟ لا نكسب بس أقل. ممكن والله يا شيخ. بسم الله عجل. جميل شاهي. ضيعتنا يا شيخ شرف، نحن كنا نتكلم انه نحن بيننا وبين مسجد النبوي، لا قلناها صح؟ نعم. 10 دقائق. نعم. لو مشي على الاقدام والله ممكن نص ساعة تقريبا. يمكن نص ساعة صلاة العشاء. ما شاء الله. جميل. إذا هذا مسجد الزاحم. الزاحم. جميل. ومن إمامه؟ والله لا أعرف. إمام صراحة. خلاص ماشي. يلا. خلاص نكتفي بهذا القدر. نكتفي. بهذا القدر. نعم. صورت له ما
مع السلامة، حياكم الله. يلا على الجامع انت وياه. خلاص يلا نراكم على خير. مع السلامة عليكم.